بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطعوا طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبون خائبين. صدق الله العظيم. بيان: نظرا للقتل والمجازر الوحشية التي يقوم بها النظام الغادر الساقط، تم بعون الله تعالى تشكيل كتيبة الأخوة في الله التابعة للجيش السوري الحر في جبل التركمان في ليث اللاذقية، ومهمتها حماية المدنيين وصد العدوان الأسدي المجوسي. عاشت سوريا حرة أبية. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!